احنا النهاردة عايزين نتكلم في ازاي نخلي القراية عادة، لو هي مش عادة او لو احنا مش بنقرأ اصلا او لو بنقرأ كل فين وفين، ازاي نحول القراية ان هي تكون عادة او جزء من حياتنا اليومية واسلوب حياتنا. اول حل هو ان الشخص يقرأ كل يوم. الشيء اللي بنفعله بشكل متكرر، في ناس بتقول 5 ايام ورا بعض، في ناس بتقول اسبوعين، في ناس بتقول شهر، بيتحول لعادة. بس الفعل اللي احنا بنكرره كذا يوم ورا بعض بالتدريج بيتحول لجزء من اسلوب حياتنا. فلو احنا عودنا نفسنا كل يوم ان احنا نقرا مثلا 5 دقائق او 10 دقائق، لو عايزين تحسبوها بالوقت او بعدد الصفحات، مثلا لو عايزه اقرا هقرا 3 صفحات كل يوم او 5 صفحات كل يوم، هو بالتدريج لو انا عملت ده كل يوم، حتى لو يعني حطيت ده في اي وقت في اليوم، اي وقت فاضي فيه، هيتحول لعادة. هلاقي نفسي ان ده اتحول لاسلوب حياتي. تاني فكرة هو ان احنا نخلي معانا على طول حاجة تتقال. خلي معايا كتاب، حتى لو كتاب صغير خفيف، اخلي معايا جورنال بحبه، مجلة، اي حاجة، بس دايما يكون معانا في الشنطة، في العربية، في اي حاجة يكون معانا حاجة تتقرا. ده هيخلينا مستعدين دايما، يعني اي وقت فاضي. لو الشخص كان بيقرا قبل كده ومثلا بطل يقرا او تعطل عن القرايه او بقاله فتره مش بيقرا، او مثلا لو حد ما قراش غير عدد كتب قليله جدا في حياته، ممكن نعمل لستة بالكتب دي. لما بنكتب اسامي الكتب دي قدامنا وبنشوفها وبنرجع نفتكرها ونفتكر مود القرايه، ده بيدخلنا تاني وبيحمسنا تاني وبيحفزنا ان احنا نرجع نقرا. فلو عملنا لستة بالكتب اللي احنا قريناها، هنلاقي نفسنا بنفتكرها وبنفتكر القراية وبنتحط في مود القراية والكتب، فده هيحمسنا ان احنا نحب نقرأ كتب اكتر. برضو زي فكرة الليستة، او علشان انا شخص مهتم جدا باللست وبحب اكتب كل حاجة، فده بيساعدني جدا، واعتقد ان ده بيساعد ناس كتير. الحاجة اللي بتتحط قدامنا على الورق بتكون اوضح. فلو عملنا برضو لستة بالكتب اللي احنا عايزين نقراها او نفسنا نقراها او سمعنا ان هي كويسة، او مثلا الكتب اللي تحولت افلام او مسلسلات، فاحنا بقى عندنا حافز ان احنا عايزين نعرف الكتاب كان شكله ايه، القصة حقيقية كان شكلها ايه. لو بدأنا نحط كل ده في لستة قدامنا، هنلاقي ان احنا بقى عندنا لستة كتب محتاجة تتقرا. ده هيحفزنا اكتر ان احنا نتشجع، ان احنا نحس ان احنا نفسنا نقرا حاجات كتير، فهنبدا نقرا اكتر وهنبدا نقرا اسرع علشان نقدر نخلص كل الليست اللي ورا. يرجعك تاني للعاده دي، او لو انت شخص ما عندكش العاده دي فانت محتاج حافز انك تبداها، واكتر حافز هو كتاب حلو. فلازم تعرف انت ايه اكتر مجال بيشدك، او ايه اكتر حاجه بتحب تقرا فيها، او ايه نوع ادب بتحبه اكتر. في ناس مثلا مش بتحب المسرح، بتحب الروايه اكتر، في ناس بتحب جدا الشعر مش بتحب الروايات، وهكذا. وتبدا تدور على كتاب حقيقي يشدك، سواء عنوانه، غلافه، الكاتب، اراء الناس فيه، التقييم بتاعه، اي حاجه تكون بتشدك في الكتاب جدا تحفزك انك تقرا. لما بترجع تقرا في حاجه انت بتحبها، مش بس هتقرا الكتاب بسرعه او هتخلصه بسرعه، لا، هيحمسك انك تقرا حاجات تانية كتير جدا وراه. في سايت مهم جدا اسمه جود ريدز. السايت ده بيتعمل عليه ريفيوز وتقييمات لكل انواع الكتب بكل اللغات. ده برضو شيء محفز للناس اللي محتاجه تعمل القرايه عاده، ان احنا نعمل اكاونت على السايت ده. تبداوا تشوفوا اسامي كتب، تبداوا تشوفوا ريفيوهات وتقييمات واراء ناس وهكذا. ده كله هيفتح اكتر سكك لكتب تانية انتوا عايزين تقروها، تزودوها للستة الكتب اللي عايزة تتقرا، هيفكركم بكتب انتوا قرتوها قبل كده وكنتوا ناسيينها، فلما تقروا التقييمات عنها تاخدوا فكرة اوسع او اشمل عنها. هيبدأ يزود لكم فكرة التحفيز ان انتوا تقروا اكتر، لان كل ما بنتعرض لحتة القراية او الكتب او اراء الناس في الكتب، بنحس دايما قد ايه احنا لسه ما قريناش حاجة، او قد ايه احنا لسه ما عملناش اي حاجة. فبيزود عندك الفكرة او الاحساس ان انا محتاجة اقرا اكتر، محتاجة اعرف اكتر، محتاجة اتعلم اكتر. فكل ده بيحفزك اكتر على القراءة. اهتم انك كل فترة، على الاقل كل شهر مثلا، تجيب كتاب. لو الموضوع مكلف جدا، اهتم ان انت تحاول تقرا كتاب باي شكل، سواء بقى تستعيره من المكتبات اللي بتعمل استعارة، تستلفه من حد من صحابك،
تنزله PDF، مع ان انا عارفه ان هتبقى في ناس كتير ضد الموضوع ده وان هو قرصنه ومش قرصنه، لكن الحقيقه اسعار الكتب بقت يعني في حتت كتير مش في متناول ايد الناس كلها، فطبيعي ان تكون في ناس عايزه تقرا بس مش قادره تشتري كتب معينه بسبب تكلفتها، فالحل ان هي تدور على بدائل اخرى. ف ممكن لو مش قادر تحوش كل شهر ان انت تشتري كتاب، او تقتطع جزء معين تعمل حسابك ان الشهر ده الجزء ده او المبلغ ده لكتاب، فانت حاول تعمل حسابك ان كل شهر على الاقل انت هتحاول توصل لكتاب، سواء بقى انك تستلفه تستعيره تنزله اونلاين whatever، بس ان هو انت كل شهر هتحاول يكون معاك كتاب، حتى لو في الاول لقيت نفسك مش بتقرا كتاب كل شهر، بس هتلاقي نفسك مستعد الى حد ما بمكتبة، حتى لو المكتبة دي فيرتشوال كده، بس هتلاقي نفسك مستعد بمكتبة من الكتب اللي محتاجة تتقرأ واللي انت عايز. لو انت شخص في اول العادة دي، يعني لسه انت مش شخص حابب القراية او مش مستمتع بيها، وبدأت في كتاب والكتاب مش عاجبك، بعد 50 صفحة تقدر ان انت تسيبه، لان غالبا بعد 50 او 60 صفحة من الكتاب، انا عارفة ان ده رقم ممكن يبان كبير للناس اللي هي مش متعودة تقرأ خالص، لكن بعد الرقم ده بيبدأ يبان شوية الكتاب هيمشي ازاي، او هيكون محتواه على هواك ولا لا. فلو انت في الاول خالص ما تحاولش تكره نفسك في القراية بان هو يكون كتاب مش عاجبك وانت مصمم تكمله للاخر. في كتب بنكملها للاخر بتثبت ان هي فعلا كتب كويسة، لكن على الاقل مش في اول اكتساب العادة دي. يعني لو انا شخص مش بيقرأ خالص، ما ينفعش ان انا في الاول اجي على نفسي واضغط على نفسي، لان ساعتها القرايه هتتحول لشيء ممل وشيء ضاغط، وهبدا واحده واحده ان انا هخلص الكتاب ده ومش هقرا حاجه تانية بعديه. فلازم مش بس اقرا حاجه بحبها، لازم الكتاب لو انا مسكته ولقيته مش بيجبرني على ان انا اكمله، او مش شددني، او محتواه مش عاجبني، او انا حاسس ان انا مش متاثر بيه باي شكل، اسيبه على طول وادور على كتاب تاني علشان ما يجيليش تاني حته الفول اوت، يعني ما اقعش من القرايه من كتر ما انا زهقت من كتاب معين فبطل القرايه. الموبايل والتلفزيون والكمبيوتر وكل الحاجات دي هي اصلا بتعمل ارق، فلما بالليل بنقعد كتير قدامها ده بيسبب لنا ارق اكتر، مش بيخلينا ننام كويس. فممكن واحده واحده نبدلهم بكتاب، برضو كتاب احنا حابينه، كتاب لطيف لو قرينا فيه صفحه او اتنين قبل النوم، مش بس ده هيهدي الاعصاب وهيساعدنا ان احنا ننام بشكل افضل، وكمان هيخلي ان دي عاده في يومنا ان احنا كل يوم نقرا حبه قبل ما ننام، فهنلاقي ان عدد الكتب اللي احنا بنقراها بالتدريج بيزيد. كتابات الكتب المستعمله ده كنز مهدر، يعني لو رحنا المكتبات دي مش بس انت هتلاقي كتب باسعار كويسه فهتشجعك انك تشتري كتب اكتر وتقرا اكتر، لا انت هتلاقي كتب كمان في حاجات منها ما بقتش موجوده اصلا، يعني في كتب مش منعت من النشر بس في دور نشر اضطرت تنشرها، او كتب قديمه، او حتى كتب من دور نشر تانية كانت بتيجي زمان من بره ودلوقتي ما بقيناش بنستوردها. اوبشنز كتير جدا، هتلاقي اختيارات كتير جدا في العادي مش بتكون في المكتبات التانية، فده ممكن يشجعك اكتر على ان انت تقرا عدد اكتر من الكتب. حاجة كمان مهمة جدا هو دخول المكتبات بشكل عام. لو انا حتى شخص مش بحب اقرأ او مش بحب الكتب، بس عودت نفسي ان انا في اي شوية فاضيين لو عديت من قدام مكتبة ادخلها، ده هيشجعني اكتر ان انا اقرأ. فكرة ان احنا بنشوف الكتب، ان انت تشوف عناوين الكتب، اسامي الكتاب قدامك، تشوف الحاجات الاكثر مبيعا، تشوف كتب جديدة، تشوف كتب قديمة، تشوف كتب بتتنشر تاني، كل ده هيديك الهام وهيديك انسبيريشن لكتب انت ممكن تلاقي نفسك ميال لها، او لكتب انت تلاقي نفسك انك عايز تقراها او مهتم انك تقراها، فده هيساعدك انك تقرا اكتر. القرايه مش بس هتحفزنا احنا ان احنا نقرا اكتر، هي كمان هتحفز الاطفال ان هم يقراوا اكتر. يعني الاطفال اللي عندهم في البيت ناس بتقرا، عندهم اب بيقرا وام بتقرا، بيتعودوا هم كمان على القرايه وبيحبوها، لان الاطفال في المطلق بيحبوا يقلدوا الكبار، فلما بيشوفوا الكبار بيعملوا حاجة بيبقوا عايزين يعملوا زيهم، بيتنمى عندهم الفضول الحميد، الفضول الكويس، ان هم يمسكوا الكتاب اللي بابا بيقراه او الكتاب اللي ماما بتقراه، يلعبوا ويدوروا فيهم، غالبا ممكن يقطعوا صفحاتهم وده عادي ممكن يحصل، وده شيء كويس لان ده بيبقى فكرة ان هو عايز يعرف اكتر، بس هو بيعرف بطريقته.
واحدة واحدة ممكن نلاقيهم هما لما بناخدهم معانا المكتبة المرة في الشهر أو المرة لكل فترة دي عشان احنا نشتري الكتب بتاعتنا، هما كمان هيروحوا عند الكورنر بتاع الأطفال، هيبدأوا يشوفوا العناوين اللي عجباهم أو الغلاف اللي عجبهم، يبدأوا ينقوا كتاب لنفسهم. فهننمي العادة دي كمان عندهم، وهنبقى زي ما بيقولوا الأجانب كده we're raising readers، بنربي جيل كامل بيقرأ. كمان هتبقى لطيفة جدا ان يكون في كورنر في البيت او جزء في البيت او حتى رفين ثلاثة في البيت للكتب، الكتب سواء اللي اتقرت، سواء الكتب اللي احنا قريناها ونسيناها، او الكتب الجديدة اللي احنا جايبينها عايزين نقراها، او الكتب اللي احنا ابتدينا فيها ايا كان، او حتى الكتب اللي احنا واخدينها من بيوت اهالينا دي وطبقنا عليها وهربنا. لو حطيناها على رف في البيت، لو عملنا كورنر صغير، ترابيزة، ارفف، في افكار كتير بالهبل موجوده على النت. الكورنر ده هيحفزنا كبار وصغيرين، هيحفزنا ان احنا نقرا. فكره وجود المكتبه في البيت دي مش رفاهيه، ومش حاجه تفاهه، ومش حاجه ما فيش مكان ومش عارفه ايه، زي ما بنعرف ان اي مكان للنيش والطقم الحلل الخشرومية قطعه والمش عارفه ايه 800 قطعه، يعني اكيد هنلاقي مساحه متر في متر نحط فيها رفين ثلاثه، نحط فيهم كام كتاب يشجعونا احنا من وقت للتاني ان احنا نقرا، يشجعوا اطفالنا ان هم يقروا. يبقى دايما البيت فيه كتب، يبقى دايما البيت فيه مجال ان الشخص اللي جوه البيت. ممكن نزود على ده بقى ان احنا لو بدأنا ندخل القراءة كعادة معلش على صوتي ده، وبدأنا نقرا كل يوم او كل يومين عدد صفحات معين او لعدد وقت معين، ممكن نبدأ ندخل مع فكرة القراءة طقوس احنا بنحبها. بمعنى انه مثلا انا هعمل الحاجه اللي انا بحب اشربها وقت القرايه، يعني انا شخص مثلا بيحب القهوه جدا، فهعمل قهوه تحفه وانا قاعده اقرا كتاب، او هروح اقعد على القهوه في الشارع لو انا شخص ليا مزاجي ان انا بحب اقعد على القهاوي، بدل ما اقعد على القهوه كده اشرب حاجه واشيش وابص في الفراغ كده، انا هقعد اقرا حاجه في القهوه اللي انا بحبها وانا بشرب الشاي اللي بالنعناع مثلا اللي انا بحبه او الوات ايفر. لو انا عندي طفل ممكن احاول اشوف له الحاجات اللي بيحبها، ممكن احاول اجيب له اللعب والدباديب اللي هو بيحبهم احطهم معاه في كورنر القرايه عشان يقعد يقرا لهم مثلا. فنحاول ان احنا نعمل لنفسنا الطقس او المود المناسب اللي بيخلينا نحب القرايه اكتر، او اللي بيخلينا وقت القرايه ده بالنسبه لنا يبقى وقت احنا بنستناه، يعني زي الوقت اللي انا مستنيه اشوف فيه مسلسل فلاني، او وقت اللي انا مستني اشوف فيه ماتش، يبقى انا مستني ان انا اقرا الصفحتين بتوع النهارده دول وانا قاعد بروقان كده ومزاجي، يعني يبقى وقت الكواليتي تايم بتاعنا هو كمان في جزء منه بنقضيه في القرايه. بتيجي معاها جدا فكره ان انا احط لنفسي مش ديدلاين، يعني انه احط لنفسي حاجه زي رقم اوصله او هدف اوصله، انه مثلا انا السنه دي في 2018 انا هقرا 50 كتاب، او لو انا شخص لسه بادئ في القرايه فانا مثلا هقرا كتاب كل شهر، فانا هقرا السنه دي 12 كتاب. في ناس فكره الارقام دي بتحفزها جدا، بتحس ان هي عندها رقم او حاجه محتاجه توصل لها، او هدف محتاجه طريق يعني محتاجه تقطعه وتوصل لهدف معين، فده بيحفزهم اكتر على ان هم يعملوا ده. فلو انت من النوع ده من الاشخاص اعمل لسته بالكتب، او اعمل عدد كتب حتى على في دماغك او على الجود ريدز او اي حاجه، انه انا هدفي ان انا السنه دي اقرا عدد كذا من الكتب. طول الوقت ده هيحسسك انك عايز توصل للرقم ده وعايز توصل للهدف ده، فده هيحفزك اكتر. يعني انت ومجموعة صحابك، او انت عندك مثلا مجموعة صحاب ومحتاجين ان احنا نشجع بعض كلنا على القراية، ممكن تعملوا فكرة البوك كلاب او نادي الكتاب. دي بتبقى حاجة زي تجميع صحاب، حاجة ضيق كده، يعني ناس بتتجمع كل فترة بيتفقوا على كتاب معين ان هما كلهم هيقروه، وبعدين بيتجمعوا بعد وقت معين. مثلا الكتاب ده هياخد مننا اسبوعين، لو هو كتاب صغير هياخد مننا شهر، هياخد مننا شهرين ايفر، وبنتجمع بعد الوقت ده بيبداوا يتكلموا عن الكتاب، كل واحد يقول رايه، كل واحد يقول الجزء اللي عجبه، كل واحد يقول كوت او اقتباس عجبه جدا من الكتاب لفت نظره، يقول رايه في الكاتب. لو الكتاب ده مثلا اتعمل مسلسل او اتعمل فيلم وانتوا شفتوه تبداوا تتكلموا، تبداوا تقارنوا، ده هتلاقي ان ده مش بس بيحمسكوا على القرايه، لا هو كمان بيوسع لكم، بيفتح لكم مدارك كتير، لانك بتقول رايك وبتسمع اراء ناس تانية، بيبقى فيه مناقشه، بيبقى فيه
بيبقى فيه حوار وبيبقى فيه حركة بخصوص القراية وبخصوص الكتاب، وكل ده بيساعد أكتر على حب القراية وعلى حب الكتب. ممكن حتى الوقت اللي بيضيع على السوشيال ميديا، لان هو بيضيع يعني، ممكن نستغله في حاجة تخلينا نقرب اكتر من عالم القراية او نقرب من عالم الكتب او نحبه. يعني ممكن نعمل فولو للصفحات اللي مهتمة مثلا بالكتب، او اللي بتنشر ريفيوهات، او اللي بتنشر اسامي كتب جديدة. ممكن نعمل فولو لصفحات المكتبات اللي موجودة علشان نشوف ايه الكتب الجديدة اللي نزلت، ايه الحاجات اللي اخدت جوائز، ايه البيست سيلرز. حتى لو مثلا احنا بنحب الابليكيشنز زي انستجرام وبينترست والحاجات دي، لو عملنا فولو للناس اللي بتحط صور كتب وصور مكتبات حاجات التمبلر قوي في نفسها دي، كل الحاجات دي بتخلينا نحب اكتر الكتب ونحب شكل الكتب ونحب ان احنا نقرا عنهم او نقراهم. وان احنا شخص دارس مع طب مثلا، ما ينفعش اقضي طول حياتي بقرا عن الطب بس يعني، فاقول مثلا لا انا ما ينفعش اقرا روايه او ما ينفعش اقرا في الادب علشان انا طبيب، لا. او مثلا اصل انا دارس علم نفس فما بحبش مثلا اقرا في التاريخ. الحاجات كلها في الاخر مرتبطة ببعض جدا، كلهم بيودوا على بعض في الاخر. فما ينفعش ان انا اركز على مجال واحد عشان انا مثلا شايف ان ده مجال دراستي او ان انا بحب المجال ده فما اقراش غير في المجال ده، لا ده ما ينفعش، لان ده بعد فترة هو اللي بيخلينا نزهق من القراية ونبطل قراية خالص، مش بيخلينا نقرا في مجال تاني وبيخلينا نتوقف تماما عن القراية. فطبعا ده مش صح ابدا. حلو ان كل فترة ان انا اقرا حاجة في مجال مختلف، على الاقل يبقى عندي فكرة عن كل جوانب المعرفة، يبقى عندي فكرة عن كل المجالات، كل الثقافات، الحضارات، التاريخ بتاع كل البلاد. يبقى الواحد عنده قدر من ان هو مجمع، حتى لو ما عندكش معلومات كاملة عن كل الحاجات دي بس انت عارف حاجات عن كل حاجة يعني، فيبقى عندك قدر كده من المعرفة مهم، وتفضل تزوده توازن. زي ما بقعد اقرا كتب كلاسيكية كتير جدا، لازم ادخل كتب جديدة. وزي ما انا بحب اقرا مثلا حاجات غير ادبية قديمة، لازم اقرا حاجات غير ادبية جديدة. فلازم يكون عندي فكرة او عندي شيء من التوازن ما بين كل المجالات، وعندي توازن ما بين كل الاوقات اللي اتكتبت فيها كتب، او كل العصور زي ما بيقول. حاول ما تقعش في فخ البست سيلرز، الحاجات اللي بتتباع. الاول تدخل المكتبه تلاقي كام كتاب كده محطوطين على الرف قدامك، ان دول اكتر كتب اتباعت في الكام شهر الاخرانيين، فانت تروح جري تشتري الكتب دي. لا، مش ضروري اي شيء يكون اتباع منه عدد كبير معناها ان هو جيد، او معناها ان انت تدفع فيه فلوس او تضيع فيه وقت. في حاجات كتير من البست سيلرز دي بيبقى الموضوع فيها تجاري جدا، في حاجات كتير بتبقى يعني نوع من شطارة البياع في المكتبة. أنا آسفة إن أنا بقول ده بس ده فعلا بيحصل، لأن ساعات الناس اللي بتكون بتشتغل في المكتبة بيفضل يرشح لك كتب معينة، بتحس إن هو كأنه عايزك تشتريها بالعافية. فبلاش نعتمد كليا على الكتب الأكثر مبيعا ولا على ترشيحات العاملين في المكتبة، لان في الاثنين ساعات بيكون داخل جزء تجاري كبير جدا. فمش لازم يكون الحاجه اللي انا هاخدها دي تكون فعلا حاجه هتضيف لي. طب انا اعرف منين ده؟ هتضطر ان انت تعمل مجهود وتدور شويه. يعني حتى لو انا دخلت مكتبه ولقيت 16 كتب قدامي محطوطين في الاكثر مبيعا، مش هشتريهم غير لما ارجع ادور على جوجل، غير لما ارجع ابص على الجود ريدز، اشوف الريفيوهات بتاعتهم، تقييمات الناس ليهم، هعرف شويه عن الكتاب، هعرف شوية الكتاب بيتكلم عن ايه. لقيت ان انا مهتمة، لقيت ان هو الفكرة عجباني، هروح اشتريه. انما لقيت ان هو مش على اهتماماتي او ان هو مش عاجبني، مش هروح. حاولوا ان انتوا تعتمدوا على حدسكم طبعا، احساسي انا ناحية الكتاب ده حلو ولا لا. بصوا في الكتاب، افتحوه، فروا فيه، اقروا ساعات الكلام اللي بيبقى مكتوب وراه اللي هو تقديمة الكتاب، دوروا على الجود ريدز، على ريفيوهات، دوروا على الجوجل، على اراء ناس او على مقالات، او دوروا حتى على الفيسبوك يعني. بس تبقوا انتوا عندكم فكره قبل ما تشتروا الكتاب ده، هل هو كتاب فعلا يستاهل ولا لا. لو انت شخص برضو باي لينجوال او بتتكلم لغتين او اكتر، حاول انك توازن في القرايه ما بين اللغات دي كلها علشان يفضلوا كلهم بنفس درجه الكفاءه. حاجه كمان بقى مهمه جدا، هي مش بس هتساعدك على القرايه، لا هي كمان هتبقى انت بتعمل يعني حاجه كويسه جدا في الحياه، هي القراءه للمكفوفين. في مراكز كتير للمكفوفين في الجامعات كلها على ما اعتقد،
في مكتبة اسكندرية لو انت في اسكندرية، واعتقد انه في جامعة القاهرة كمان. هما ليهم كتب كتير بتكون معمولة بطريقة تساعدهم ان هما يقروها، لكن في كتب كتير مش معمولة بطريقة برايل، ف بيكونوا محتاجين ناس تقرا لهم. فلو في وقت ان انت تقدر تعمل ده، ان انت تقدر تتطوع للقراءة للمكفوفين، ده هيبقى شيء عظيم. نقرا ميكي عادي، ان احنا نقرا سمير وتنتان وماجد وكل الناس دي، ونوزة ونوزة وتختخ وعاطف ومحب، كل الحاجات دي عادي. لا، ما فيش حاجة اسمها انا كبرت على ان انا اقرا الحاجات دي او عيب او مش عارفة ايه. القراية جزء كبير منها متعة وجزء كبير منها انبساط. فلو انا بحب اقرا ميكي مثلا، او بحب اقرا سمير، او اي حاجة من الحاجات اللي كنا ممكن بنقراها واحنا صغيرين، او شفناها واحنا صغيرين، او حتى لحد دلوقتي بتتعمل للاطفال، لو احنا عايزين نقراها طبعا نقراها. يعني الكوميكس والحاجات دي مهمة جدا وحلوة جدا وبتبقى مسلية جدا، فليه لأ؟ يعني ما ينفعش ان احنا نتكسف مثلا واحنا بنقراها، او نتكسف واحنا بنشتريها مثلا، واقفة عند بياع الجرايد وبجيب ميكي وبنقراها في اي وقت، بنضحك شوية بننبسط، فليه لأ؟ يعني مش لازم يبقى الموضوع كله بقى عميق بقى، وان انا بقرا للمنفلوطي بقى وبتاع. لأ، يعني ممكن اقرا منفلوطي واقرا ميكي مثلا بقى، انا حرة يعني. ما تحطوش لنفسكوا حكر، وما تسيبوش الناس تحجر على قراياتكم، تقروا ايه وما تقروش ايه. الدنيا كلها مفتوحة، حدودكم السماء، اقروا اللي انتوا عايزينه في الحاجة اللي تبسطكم. المهم ان انتوا تقروا، المهم ان القراية تتحول لعادة في حياتنا كلنا. المهم ان احنا نحبب اطفالنا ان هم يقروا، وان احنا كلنا نفضل نقرا. لان الموضوع فعلا مش رفاهية ومش تسلية ومش هواية ومش مش على قد ما هي ممتعة، وعلى قد هي مسلية، هي فعلا مهمة جدا 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 ان هي تكون عادة وجزء من حياتنا. يا رب يكون الفيديو فاتكم بأي شكل ان شاء الله، بحاجة فسفوسة قد كده. ولو مشفتوش الفيديو اللي فات وعايزين تشوفوه، كان برضه عن القراية، فحاولوا ان انتوا ترجعوا تشوفوه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.